تنطلب بان البيبليك الودادي يرجع التيران. حنا ماشي ضد اكرم، اكرم راه واحد من الجمهور، من انت راه كنجمهور من الجمهور، وانا قبل ما نكون من الجمهور انا تولدت في عائله وداديه. كما تتعرفوا عائلتي كلها وداديه، كاين حنا عندنا عائله اسماء الابناء ديالهم وداد. باش تعرفوا اشنا هي العائله، ديجا عندنا عائله راه مسمين الوداد، ماشي راه عندنا داكشي في الدم. ولكن اللي تنطلبوا من الناس وما يخليونا نخدموا وبركه ما تشويش، لان التشويش عينا منه. الا انتم بغيناكم اليوم، انتم البرلمان ديال الوداد، بغيناكم اليوم تكونوا بجنبنا وتحاربوا معنا هاد الناس. حنا ماشي في حرب، ها الله يهديهم، نجيبهم عندنا والله يهديهم، لان هادشي راه كثر. والبيبليك راه ماشي هو اللي داير هادشي، راه ناس اللي دايرين هادشي، راه ماشي البيبليك، راه البيبليك الودادي كان تيتبع الوداد، كان تيجي مع الوداد، كلشي هذاكشي، راه ما عندو حتى شي مشكل. وي جمهور الوداد ولا بد منه، وعلى راسنا وعينينا حنا، حنا ما تنترددو ولا هذا، ولكن المشكل اللي عندنا مع ناس معارضة، حقيقة معارضة، ولكن المعارضة اللي تتخرب في الوداد، تتخرب في الوداد. غادي راه خصكم تحاربوها، أول حاجة خصنا نكونوا جميع يدفي باش نزيدوا لقدام.